سعد احنا فرحانين بيك وانت كتغني لنا فوالا. الله ما يفعل جمهورنا. ولا قلت لكم بلي عندي لكم مفاجاه بلي سعد رمضان سمعنا بلي ارتبط يعني قريب يولي عريس. مبروك. لا 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 الله ما شراني. العرس هنا. العرس هنا، الفرح هنا. العرس هنا. لازم عرس مغربي. لازم لازم. إن شاء الله. هو ما في شيء بعد رسمي بس أكيد في حدا، في بنت بحياتي. مغرم. مغرم كثير. مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم يا ليلي صار الليل. لا في حدا، في حدا بحياتي وبحبها كثير كثير، وان شاء الله يا رب. انا على طول بقول يعني لما هيك يكون في شخصين بيحبوا بعض ومتفاهمين ان شاء الله هيك تكمل، والى يعني هيك للايام الجايه يكون احسن واحسن. كيف ما كنقولوا سعد، انا اكيد اليوم ان الانسان اللي كتحبه كتابعك. عندك كاميرا قدامك، شنو تهدي ليها من المغرب ومن برنامج تغريده ومن القناه الاولى، شنو تقول ليها؟ فاجأتيني يعني هلا. طيب نقول عجم لا بليز. هي بتحب هيدي الغنية كتير. أنا لك على طول خليك لي من أول يوم راح من النوم. إن شاء الله دائما مجموعين. بما أننا تنتكلموا على الحب والمشاعر وسعد رمضان جيريني قالوا لي كمان جيريني، شنو أخبارك؟ شنو أخبار القلب؟ هو عارف اللي أنا كنا دوينا في هذه القضية دي شعامين تقريبا. وكان قال لي كيفاش قلت لي انا عندي ثلاثه ديال البنات خواتاتي. الله يخليهم ليك. الله يخليك وكنحيوهم. تحياتنا للعائله ديالك. تحكريني الله يخليكم. خويا منير معايا وخواتاتي البنات راه كيتفرجوا اكيد، لان هما متابعين ديال البرنامج والوالده. فعندي ثلاثه ديال البنات، نهار توفى الوالده انا وليت محتاج انه نطمئن عليهم قبل ما ندير شي حاجه. وهو عارفه هو يعني انت مصر انك ما ترتبطش حتى تزوج خواتاتك. علاقه بالحاجه احنا كاين بزاف الناس تياخذوا وتيقول لك بلي احنا الشباب جديده ما كنتحملوش المسؤوليه، بالعكس ما كنتحملوا المسؤوليه وقادرين نديروا بزاف ديال الحوايج، وقادرين حتى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. الحمد لله راك شايفه الاغنيه المغربيه كيفاش غاده، وفي الكوتي اللي هو ديال العائله راه هو قادرين انه احنا نكونوا قد المسؤوليه. و جو بونس انا بالنسبه لي هذه متعه انه نطمئن على خواتاتي ونطمئن على دارنا ومن بعد ان شاء الله دائما مجموعين وفرحانين ببعضياتكم، وان شاء الله نطمئن عليهم وحنا نطمئنوا عليكم كاملين. يكون هذا العرس غادي نعرضوا على كاع الناس ان شاء الله. ان شاء الله. صافي عبد الفتاح الكريني، لاحظت انك معجب جدا بصوته باغاني سعد. غير بصوته. بصوته اغاني. هادشي اللي قلت. بصوته. لا انك معجب لا 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 بالعكس، لانه انا عارف الشخصيه كيفاش دايره. هذا واحد. زوج فنيا هو كاع الناس تتفق عليه باللي هو صوت وتكنيك وحتى على المسرح تبارك الله ملي كيكون واقف يعني فنان بمعنى الكلمه. وكنفتخر انه نقول باللي هو حد من الاصدقاء ديالي، وهذا الشيء علاش كان ضروري انه يكون موجود معنا. ان شاء الله دائما صداقتكم مستمره. انا بس بدي اقول شغله كمان، بدي رحب ترحيب كثير كبير بالفرقه بقياده الاستاذ اكيد
بالفعل استاذ، وبالفعل انه انا وقت جيت عملنا بروفا من 10 دقائق، كنا عاملين بروفا على اغاني حتى لبنانيه. قلت لهم تعالوا نزلوا معي على لبنان، يعني حتى يمكن بدقوا لبناني اكثر من اللبنانيه. شكرا لك، يعطيهم الف عافيه. يعطيهم الف عافيه سعد رمضان. نبغي نشكرك لانك نورتينا وغردتي معنا في هذه الليله الجميله وفي تغريده عبد الفتاح الكريني. نزيدوا نمشيو ونستمتعوا بصوت سعد رمضان من قدك. ومبروك الخطبه. مين قدك قعدت حدك، خرز زرع ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك، فولي وانقصمت نص عين. تعو يلا نبارك له وردي على صدر نشكل له، واخيرا حظه ضحك له. مبروك 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 على ذوقه والله طلعت له، قليلي كيف لا قامت له، ولا حلو العشرة رفعت له. مبروك يلا يلا نبارك له، وردي على صدره نشكل له، أخيرا حظه ضحك له. مبروك 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 على ذوقه والله طلعت له، قليلي كيف لا قامت له، الحلو العشرة رفعت له. مبروك يلا وين تبكي يلا وين. يلا وين الجيران يلا روح. يلا كلنا هيك كلنا هيك. مثل خيالك شو عبالك، رميت حالة بين ايديك، شوف حالك يا نيالك، لو بتوصي ما في غيك. تعو يلا نبارك له، وردي على صدره نشكل له، واخيرا حظه ضحك له. مبروك 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 على ذوقه والله طلعت له، قليلي كيف لا قامت له، ولا حلو العشرة رفعت له. مبروك يلا يلا نبارك له، وردي على صدره نشكل له، أخيرا حظه ضحك له. مبروك 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 على ذوقه والله طلعت له، قليلي كيف لا قامت له، الحلو العشرة رفعت له. يلا وينه وينه. يلا سمعوني الزفر. تعو يلا نبارك له، وردي على صدره نشكل له، أخيرا حظه ضحك له. مبروك 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 على ذوقه والله طلعت له، قليلي كيف لا قامت له، والحلو العشرة رفعت له. مبروك يلا يلا نبارك له، وردي على صدره نشكل له، أخيرا حظه ضحك له. مبروك ومبروك مبروك على ذوقه والله طلعت له، قليلة قبلة قامت له، الحلو العشرة رفعت له. مبروك ومين قدك قعدت حدك، خرز زرع ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك، فولة وانقصمت نصين. شكرا. شكرا سعد رمضان لأنك نورتينا. تحياتنا لسعد رمضان مرة أخرى، الله يخليكم. شكرا لك على هذه الأجواء الجميلة. إلى جا سيدنا محمد. شكرا شكرا. أجواء حصرية، أجواء المحبة، أجواء الصداقة، وأجواء الفرحة الجميلة اللي تتجمعنا. ونتمنى أننا نكون خفاف على قلوبكم. نتمنى أنك تكون مستمتع معنا بتغريدة كدليلة. أكيد أكيد، لأنه هاد الناس كلهم اللي موجودين اليوم في الاستوديو
أو اللي كانوا هنايا أو اللي خلف الكاميرا أو الفرقة أو حتى الناس اللي كيتسناو الداخل، فهم أصدقاء وناس عزاز عليا، وهانتي شايفة الناس كيفاش مرحبين بهم، فأكيد غادي نكون فرحان بزاف بزاف، لأنه شاك فوا كنشوف هاد الناس أو لا كنتلاقى حتى مع الجمهور المغربي كيكون عندي واحد الفرحة كبيرة كبيرة. وي أنا نبغي نحييك، نبغي نحييك على الأناقة ديالك. ربي يخليك، شكرا. جيم بوكو لا تونو، ونحييك أنك بقيت محافظ على لو ستيل ديالك، على ديك ليدونتيتي اللي اختاريتيها لراسك. لباس سيمون دويون هو اللي ملبسنا. بارك الله. تحياتنا اليوم الله يخليك. دائما عبد الفتاح الكريني حريص انه تكون هذيك لا بيتي توش ماروكين، هذاك لو بيتي ضروري ضروري ستيل ماروكا في ممشى ضروري. شويه الشعر غريب من زمان، ولكن كنحاول انه نحتفظ بديك الهويه ديالي. وي كنحتفظ انه يكون عندي واحد لو ستيل، يكون ما كنحاولش انه نشبه لشي حد اكثر من اني نكون بطبيعتي مع الناس، وفي الباسي في الطريقه باش كنتعامل، حتى في الاغاني اللي كنختاروها يعني كيكون شويه ديال الاختلاف. بما انني تكلمت على الاناقه، احد الضيوف ديالك هذه الليله هي ايضا انيقه وجميله، عندها واحد لو ستيل تري زيليغانت تري شارمونت. بدات بلي كافر، ولكن في 2015 كانت احسن فنانه شابه في شمال افريقيا. رحبوا معايا الله يخليكم منال بيكا. منال بيكا، منال بيكا، أول مرة كانت في بلاتو تغريدة، واليوم لنا الشرف أنك تنورينا المرة الثانية في تغريدة عبد الفتاح الكريني. مرحبا بك. تو لو بليزير بور مو. واش راك مبروكة؟ علينا وعليك، باش ما تمنيتي إن شاء الله. كلشي مزيان. الحمد لله. الحمد لله. للإشارة فقط أن هذا هو اللقاء الأول ما بين عبد الفتاح الكريني ومنال بيكا. كاين اعجاب بالاعمال الفنيه ديال بعضياتكم، لكن ما عمركم تلاقيتوا؟ لا 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 ما كنحملهاش كاع. ما عنديش معها كاع. انا اللي سمعت انك معجب بفنها وهي ايضا معجبه بالفن ديالك. اول مره اصلا نسمع على منال كان بسبب الاخ ديالي منير، كان هو من الناس اللي كيسمع الاغاني وكيسمع الفنانين وكيسمع الاغاني جديده وكيتابع. وي فكان قال لي، وانا كنت ديك الساعه باقي عقل في ليجيبت، قال لي ايكوت يا واحد الدريه زوينه وكتغني وكتلعب جيتار وكدير وكطير وكتمشي كتعلق في الحيط وكدير كلشي. قلت لي واخا صيفط ليا، فصيفط ليا شفتها، ومن بعدها كانت مترشحه للجائزه ديالها وشجعناها. وفرحنا بزاف انك ربحتي الجائزه. مبروك مره اخرى. الحمد لله الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. اذا قلت لك عبد الفتاح الكريني شخصية تشكيلة فريدة من نوعها في فنه في شكله، شنو سر الإعجاب ديالك بهذا الفتاح الكريني؟ أنا ديجا كنحترمو بزاف، و جو سوي تري تري غراند فان، جادور سون ستيل، كيعجبني الأغاني اللي كيدير وكنحترمو ومفتخرة به بزاف، لأنه كيقدم للمغرب أحسن تقديم الحمد لله في البلدان الآخرين. بما انكم كاين اعجاب بالفن ديال بعضياتكم، فاكيد انكم غتنجحوا ولو لاول مره دندنوا لنا شي اغنيه للجمهور ديال تغريده. هي التريك اللي هي انا كتغني غربي اللي عزيز عليا، انه غناء بكاع اللهجات كيف قلتها وكاع اللغات، غير هو انه يكون عندنا بحال هاد البنيوته هادي تتغني بالجيتار وكدير، ويمكن هذه يمكن واش جو سي با واش الناس كيعرفوها، ولكن هي كتكتب وكتلحن بلهجات اخرين بلغات اخرين. هاد المعلومه ما عرفتش واش عند الناس، ولكن هذه شي حاجه اللي كتبين باللي هاد الشخصيه هي شخصيه اللي هي مثقفه اولا وفنيا عندها واحد ثقل زوين وغادي يكون عندها اغنيه ناجحه. أكيد. دنيا غدار، تسمعينا مقطع منها؟ بيان سور. مرحبا بكم، هذه هي تغريدتنا الليلة.
قدوس غير الناس طمع وغلب عليهم الشام هدا ينصب هدا وهدا يزور الشادة الدنيا مدو وخاف وخف شوية هالكتاف والناقة ما تردى الخروف والتراب واللي عمر الجوف 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 سريع الطارة والناس حكارة وسوية الدالة والفال بيدور مرضات نفوس عدلت فلوس للناهي ولا مني خاف وكنتو دير الخير منساه دوز ايام وتلقى فوض امرات لله هو الكبير سبحانه دنيا مدو هالكتاف والناقة ما تردى الخروف والتراب واللي عمر الجوف 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 والتراب واللي عمر الجوف منال بيكا ميرسي بوكو منال دنيا غدارة أغنية حزينة والمعاني ديالها عميقة اليوم وانت كتخمي المستقبل ديالك ومن بعد فوزك بالجائزة غتبقاي في لو ميم ستيل أو لا غتنفتحي على حاجة جديدة وي كما تو لادي الدنيا اغنيه حزينه لانها اغنيه مختلفه على داكشي اللي كنغني نورمالمون بغيت نديرها انا والمنتج ديالي اللي هو دي جيفان حيت سميتوني دي جيفان الله يخليكم كنبغي نسلم عليه بزاف كيف قلت لك سي اون شونسون كي متي اكور اللي كتهضر على دي زيكسبيريونس اللي عشتهم في حياتي ولكن ان شاء الله الاغاني الجايه غادي تكون اغاني فرحه فرحه وتبعت على الامل امال ونشاط ان شاء الله وحنا متشوقين اننا نسمعوا شحال في عمرك 22 فهاد الاغنيه هادي دزتي بكاع هادشي اللي في الاغنيه شي شويه ان شاء الله ايامك الجايه تكون كلها فرحه وحنا كنحضروا البرنامج سمعت باللي كاينه اغنيه كتعجبكم بجوج وغنكون جد سعيده الا شاركتونا ودندنتوها لينا يا زينه بابيلون شنو رايكم جمهورنا حاضرش بزاف انا ممكن غير مقطع منها هي عزيزه لي سمعت تغني ف عبد الفتاح القريني ومنال بيكا زينه اول مره وحصريا في تغريده اكتب بالمكتوب وكون معاك
لحظات سنعيشها حصريا في تغريدة عبد الفتاح الجريني. مرحبا بكم كتابعون على قناتكم الأولى، وشكرا لكم لأنكم منورين مرة أخرى. شكرا. غادي نمشي، بما أنك عبد الفتاح قبل ما نال في الدومين وعندك تجارب وعندك خبرات، اليوم بما أنك معجب بالفن ديالها وهي في بداية المشوار ديالها، أحلام كثيرة، نصائح تعطيها لها، كيف ما كنقولوا السر باش تنجح تجربتها الغنائية وباش تزيد في مستقبلها القدام؟ بالنسبة لي يمكن منال محظوظ أكثر مني لأنه معاه شي واحد بحال دي جيفان، لأنه هو شي حد اللي بروفيسيونيل بزاف. القضية ديال النجاح في المجال ما عندهاش معادلة، لأنه كون كانت عندها معادلة ثابتة كانت غادي تبقى النجاح لكاع المطربين مدة ديال المسيرة ديالهم كلها، ولكن سبحان الله هذا كاين ويدبا كاين لتحت كاين فوق كاين. فبالنسبة لي تخليها كيف ما هي وتبقى مع الناس اللي نجحت معاهم وتستمر معهم. منال عبد الفتاح قال بلي تبقاي مع الناس اللي تتخدمي معاهم واللي مهتمين للامر ديالك. دي جيفان بديتي معاه غتكملي معاه؟ شنو دي بروجي؟ باش نبدا بعدا كنشكر دي جيفان بزاف، لانه باش يقدر يدير الثقه في انسانه ما معروفاش كاع، حيت هو اكتشفني غراس لي كوفير اللي كنت كنبوبلي سور انترنيت. وماشي سهل ان بروديكتور يثق في نقولوا ان ارتست يثق في واحد الشابه عندها 20 عام مع مره ما تعرفات ويعطيها لوبورتونيتي باش تقدر تخرج اغنيتها. لان كيف قلنا الدنيا سي ان كومبوزيسيون ديالي ولي زارجمون ديال دي جيفان وطريق الحجيلي. انا جو نو لو ريميرسي جامي اسي فريمون. دي جيفان انسان كنقدروا بزاف، داير كنعتبروا في العمل معاه ضروري ان شاء الله. ضروري اون ايشونج با اون ايكيب كي غان. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تكون تغريدتك وعبد الفتاح الجريني وليكون ضيفك ان شاء الله. ان شاء الله. اشنو رايك منال نمشيو هذه المره ونستمتعوا باحد الاغاني المغربيه الجميله بصوت عبد الفتاح؟ بلادي يا زين البلدان. افيك بليزير. بلادي يا زين البلدان.